نشاط غير عادي على واجهة الأحياء والطرقات والأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، أبطاله باعة موسميون يعرضون مختلف الخدمات المرتبطة بهذه المناسبة الدينية. أنشطة موسمية اعتاد أصحابها على التأقلم مع المناسبات والمعطيات المستجدة والمختلفة باختلاف المواسم والأعياد. كنحاولوا نعيشوا الأجواء ديال العيد، واخا أن المهنة ديالنا حاليا هي إصلاح آلة الغسيل، ريباراسيون دي ماشينا لافي، ولفنا الناس أن القاعدة يعني كتجي مع مناسبة ديال العيد. كنحاولوا نديروا أوتيل ديال الخروف. بالنسبة لنا شي ساعة في المحل كنحاولوا نروجوا الحركة مدة 7 أيام حتى 10 أيام، ولكن كتحرك شي الأيام الأخيرة هي فين كيكون رواج، يعني المدة هذيك 4 أيام الأخرى كيكون رواج مزيان. حنا كنخدموا هنايا كل عام وزعما كنخدموا مزيان، ولكن هذا العام ناقص. هاد السلعة كنتقداوها من زناتها، تنتعاملوا مع الناس اللي تمايا، تنجيبوا السلعة تنصوروا فيها طريف ديال الخبز. لا كاين ربح ولا بدا، كاين تمارة كاين الربح صراحة، الحمد لله بركة، يعني شي حاجة اللي اللهم هاك ولا إنسان يبقى بارك. تقريب الخدمات من المواطن والسعي المضني وراء لقمة العيش أهم هؤلاء الباعة الموسميين. بدوره المواطن يستحسن تقريب هذه الخدمات ما لم تكن مخلة بالمنظر العام للمدينة. ولدي تنتقدى داكشي اللي كتب الله، ايوا تقدينا داكشي ديال الطويجنات ديال القصريه طاجين. بعد النوبات الا كان عندي تيبقى، الا ما كانش عندي تنشري. ديما انا ولدي كنحتفلوا بالعيد الكبير، ديما لا الكبير ولا الصغير ولا اللي كاين اللي ما كاين تيحتفلوا. جينا نتقداو شويه العطريه ومضينا الموسم، كما قاعده الاجواء مزيانه، الحواله مزيانين، كلشي مزيان. الانسان كياخذ على قد ربع من الحاجه راه كافيه. مضطر اخاك لا بطل، شعار هؤلاء الباعة الموسميين الذين اضطرتهم لقمة العيش الى امتهان هذه الحرف الموسمية والتي توفر الى حد ما جزءا من متطلبات عيشهم. كاين اقبال من ناحية المغاربة، وعارفين المغاربة ناس ديال الجود، ناس ديال الكرم، راك واخا عنده ملاحة يجي يدي ملاحة، واخا عنده فرينة يجي يدي فرينة، وقعدوا طاجين يجي يدي طاجين. كتعرفوا المغاربه على الكرم ديالهم والجود ديالهم. الحمد لله مناسبه، كاين ملاحه ب 1000 فرنك، طاجين كاين من 1000 فرنك حتى ل 100 درهم، والمسكين على حسب جيبو. عطى الله الجديد، كل عام الجديد. كاين هذا العام كاين الملاحه ديال الحنه، كتصاوب بالحنه ديال دمنات، وكاين الجديد ديال طاجين ديال تيزنيت، وكاين عندنا الرابوز ديال مكناس. راه ما بقاش كما كانت اجواء ديال العيد كبير، شهر شهرين قبل بنادم شي حد، دابا ولا شي 10 ايام 12 يوم، حس ما بقاش بنادم كيجيب الحاولي بكري، ولا تيجيب الحاولي شال السيمانه الاخرى كلي تيخليه في الكراج، كلي الحمد لله كما كتشوف راه بنادم كياكل الخبز، فهمتيني؟ دايرين لاطونش، جايبين سلعه تنترزقوا فيها على الله، دايرين ثمن مناسب للكليون ديالنا ولا الدرب ولا السيكشور، تنتهلاو فيهم، كل عام راه كيجيو عندنا. انا راه من كنا صغار حنا راه نديروا الدومين 10 ايام كنصور فيها 6000 درهم 5000، حتى انا ما نبلي ما والو، فهمتش؟ انا كان داكشي اللي كنشدو كنخشي في الروسيط.